السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم فراس فرحان من قناة الفردوس للزراعات النادرة. إخواني المتابعين، إخواني المشاهدين، اليوم بدي أعلمكم طريقة ناجحة 100% لزراعة أقلام أريشة العنب. وهذه الأقلام يا إخواني المتابعين، إنك بعد ما بتنقع هذه الأقلام بالماء لمدة ما يقارب من نهاية الشهر الثاني لا بداية الشهر الرابع. وهذه الطريقة حتى الأقلام لو جذرت عندك أو ما جذرت بتكون الطريقة ناجحة بامتياز. وهذه الطريقة إنك بتجيب أقلام أريشة العنب، هذه الأقلام اللي موجودة أمامكم، بنجيب الأقلام بعد ما عبينا السطل أو الأصيص أو وعاء موجود عندك بالبيت، بتعبيه بالماء وبتنقع هذه الأقلام لمدة ما يقارب حتى ما بتطلع الأوراق. بس بتبلش تطلع عندك الأوراق بهذه الطريقة، يفضل إنك بتخلي هذه الأوراق لمدة 40 يوم أو ما يزيد على الشهرين حتى بتنجح عندك هذه الطريقة وبتوفر عليك الجهد. معي خطوة بخطوة حتى بتستفيد. بعد ما نقعنا هذه الأقلام وأصبحت عندي بعد 40 يوم إلى 60 يوم بهذه الطريقة، حتى لو ما جذرت هذه الأقلام إن شاء الله إنها بتكون ناجحة. معظم اللي عملته بهذه الطريقة نجحت. نهاية الفيديو بوريكم كيف أصبحت عندي بعد ما أصبح عمر هذه الشجرة وهذا القلم إلى سنة وسنتين، وكيف أصبح عندي وكيف نجحت. حتى لو كان حجم هذا القلم إلى متر أو مترين فتصبح وتنجح هذه الطريقة إن شاء الله. بجيب بعد ما نقعته ووضعت الماء إلى 40 يوم، وبعمل حفرة داخل الأرض للزراعة جاهزة للزراعة بأي مكان بدك تزرع عريشة العنب، أي مكان بناسبك، أي مكان بدك تزرع هذه العريشة. بحفر حفرة بهذه الطريقة وبضع القلم بعد ما بجيب المجذر، ضروري المجذر يا أخوان المتابعين. بعد ما بجيب المجذر بضع هذا القلم داخل المجذر بهذه الطريقة، وبضع هذا القلم داخل الحفرة اللي عملتها، وبرويها ري مكثف يوم بعد يوم بهذه الطريقة. بملأ الحفرة اللي عملتها الماء حتى بغطي القلم وبتركها. طبيعيا انه هذا القلم الجذور تنمو من الأسفل وبتستفيد هذه الأقلام. هذه الأقلام اللي عملتها بطريقة أخرى ونجحت هذه الأقلام، وهذا قلم آخر ما يقارب المتر والنصف إلى مترين كان طول هذا القلم ونجح، وهذا القلم كان سمكه عريض وكبير وارتفاعه أكثر من متر. بهذا السمك أكثر من 10 إلى 15 سنتي تقريبا. هذه السنة الثانية ونجحت هذه الطريقة اللي عملتها أمامكم. فأخواني الري بعد يوم، يوم بعد يوم بيكون الري مكثف، حتى بعد ما بتنمو هذه الشجرة بنخفف عليها الماء تدريجيا حتى بتتأقلم درجة على درجة. فأخوان المتابعين تابعونا على قناتكم قناة الفردوس للزراعات النادرة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله. أخوان المتابعين لا تنسونا بدعمنا بلايك حتى يصلكم كل جديد إن شاء الله.